نمشيو للميني كيك او للي كاب كيك ايه الميني كيك كناخذو ثلاثه البيضات جوج كيسان صغار ديال سنيده ايه كاس ديال الزيت وكاس ديال ياغورت فاني واحد ايديال فاني وجوج خمارات ايديال ايه ثلاثه الكيسان ديال الفورس صافي هادشي اللي كاين في المقادير المهم كنقربو البيض مع سنيده ومع مع الفاني ايديال كنقربوهم مزيان كنزيدو الزيت كنزيدو الطحين كنزيدو الياغورت وكنزيدو الخمارات في الاخر صافي كنطيبوهم في ديك الاله الخاصه الصغيره اللي فيها لي ميني كيك صغيره للوليدات الصغار كتنفعهم الكوتا في المدرسه ايه فعلا اللي ما عندوش راه يطيبها عادي هكا عادي هذا الشيء هنا كنديروها حتى في مول كبير حتى هي كتجي مزيانه ايه واخا تبارك الله عليك الله يعطيك الصحه ايمان بارك الله فيك سناء بارك الله فيك نهار كبير الله يبارك فيك بارك الله فيك صباح مبروك بغيت غير التليفون ديالك ديال الواتساب ولا ما كيبغيش يقبض ليا ما كاين حتى مشكله نرجعك للستاندار عند سميحه مشكوره وتعطيك رقم الهاتف وشكرا لك بزاف ايمان فازي من الداخله على المشاركه